بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مدام لمياء قندوسي، ممثلة مؤسسة بدر أونيفار. نحن هنا اليوم في صدد تخليد ذكرى المسيرة الخضراء. كانت الانطلاقة من المؤسسة بصحبة التلاميذ والبراعم الصغار الذين أبوا أن يخلدوا معنا هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا. مؤسسة بدر أونيفار تسعى دائما إلى توطين وتوطيد المواطنة وحب الوطن للتلاميذ حتى يكونوا مواطنين صالحين في المستقبل. أتقدم بجزيل الشكر لشركائنا في إنجاح هذا الحدث العظيم، وأخص بالذكر جمعية بلوكسي بممثلها السيد رضوان بوريان وباقي الجمعيات، وذلك أشكر جماعة فاس وجميع شركائنا لإنجاح هذا العمل العظيم. وبهذه المناسبة مؤسسة بدر أونيفار بباقي مؤسسيها بالأطر التربوية والإدارية نجدد الولاء لملكنا الهمام محمد السادس نصره الله والأسرة العلوية وباقي الشعب المغربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم تخليدا للذكرى 48 لذكرى المسيرة الخضراء المضفرة، ما يمكننا إلا نحضروا ونشاركوا هذه الفرحة نتاع الشعب المغربي، وأننا الجيل الذي لم يعيش يعني هذه الذكرى مباشرة، لكننا تربينا في بيوت تواجدوا فيها آباء وأجداد قدموا الكثير لهذه المسيرة، وبالتالي فهذا الإحساس كأننا قد تواجدنا في هذه المسيرة. اليوم احنا بغينا نوصلوا هذا الإحساس إلى الجيل القادم، وهو الجيل الأطفال اللي ضروري احنا في ظل الصراعات العالمية بالنسبة للإرث الثقافي أو الموروث الثقافية، لابد أننا نفهم أولادنا بأن الإرث الثقافي المغربي والوطني فهو إرث عظيم جدا، يعني أخذه الإبن من الأب والأب من الجد طوال 23 سلطان مروا على المملكة العلوية الشريفة. وبالتالي فإحنا هذا الدور اللي كنلعبوه بإطار يومي في إطار الجمعيات اللي كنشطوا فيها، لكن اليوم والمناسبة كريمة وكبيرة وعظيمة، لابد أن نشارك الأطفال هذه الفرحة لنمرر لهم إحساس أو حلاوة أن يشعروا بأنهم ينتمون إلى هذا الوطن الكبير، وطن يعني بثقافة وحضارة كبيرة وبمحطات نضالية كبيرة جدا. اليوم كنوقفوا على واحدة من هذه المحطات واللي هي عظيمة جدا، وأننا كنفتخروا مع العلم أن الظروف الإقليمية والعالمية هي ظروف يعني ما خلتناش أننا نعطيه بزاف. في هذا الحفل كان حفلا رمزيا بأنشطة رمزية بمسرحيات تعبر عبر من خلالها أطفال عن حبهم لهذا الوطن وعن معرفتهم بمجموعة من هذه المحطات الوطنية، ومن ضمنها هذه المحطة فوجدنا في الأطفال أنهم يلمون أو ملمين بمجموعة من يعني بأن الظروف الحيتيات لهذه المسيرة الخضراء المضفرة، وهذا هو ما أتلج قلبنا وجعلنا يعني نفتخر بأن العمل اللي قمنا به عمل لم يذهب سدى، وأننا افتخرنا بأنهم يفتخرهم كذلك بمغربيتهم وبصحرائهم. وبالتالي فهي مجموعة من الرسائل إلى أعداء الداخل وأعداء الخارج أن المغرب قوي بملكيته وبشعبه وقوي بأطفاله، وأن القادم أحسن إن شاء الله، وأن هذا الجيل لن يتخلى عن أرضه كما لم نتخلى نحن وكما لم يتخلى أجدادنا. وبالتالي فهي رسالة ومشعل ينتقل من الأب أو من الجد إلى الأب ومن الأب إلى الابن، هذا هو الواجب الوطني قمنا به على أحسن وجه. لا نرجع ولا نطلب أي يعني أي امتيازات، فقط شعارنا أو امتيازاتنا هي أن يكون السد العالية بالله جلالة الملك محمد السادس رسول الله في صحة جيدة، وأن يدوم علينا يعني حكم العائلة العلوية الشريفة. حيم خميسي محمد، رئيس جمعية ديال مدقش أرضي ورئيس جمعية ديال ملائكة الرحمة للأطفال ذوي احتياجات خاصة. أولاً تشكر الشكر الحار للجمعية ديال اللي قامت بهذا النشاط على رأس الأخ رضوان، اللي نكونوا متعطشين بزاف
لهذه المبادره اللي خدتها هذه الجمعيه من اجل المسيره الخضراء والتعريف بالجمعيات ديالنا والدور اللي تاديو تجاه هذه الانشطه بحال هكا اللي تتكون سنويه اللي حقيقه هذه الانشطه هذه اللي قام بها الاخ رضوان والجمعيات اللي ساندوه والاخوه اللي كانوا في جنود الخفاء لهم التحيه والتقدير والشكر بزاف مره اخرى للجمعيات اللي قاموا بهذا النشاط. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ جاد طحطاح استاذ بجامعه الاخوين في اطار الاحتفالات بذكرى 48 لتخليد المسيره الخضراء المظفره بشراكه مع جامعه فاس كتنظم مدرسه بدر يونيفير واحد الانشطه احتفاليه في اطار تخليد هذه الذكرى هذه التي يعني كنحاولوا ما امكن اننا نربيو عليها وليداتنا وانها تكون واحد الاستمراريه من جيل الى جيل وكتخلق واحد الافتخار ديال هاد الوليدات هادو بالتاريخ ديالهم وبالحضاره ديالهم ضاربه في التاريخ. فهاد الذكرى هذه في الحقيقه هي ذكرى عزيزه على كل المغاربه لانها كتذكرنا بواحد الملحمه من الملاحم التاريخ المغربي يعني كتدفعنا اننا نفتخروا بالحضاره ديالنا وبالتاريخ ديالنا. فهي كتجسد التلاحم ديال الملك والشعب كتجسد يعني احدى الافكار الرائده من اجل تحرير الوطن بدون يعني اراقه نقطه دم واحده. وشفنا كيفاش ان 350 الف ديال المغاربه لبوا النداء ديال صاحب الجلاله الملك الحسن الثاني رحمه الله. وفي الحقيقه هذه يعني مسيره خضراء وتتبعها مسيرات بيضاء لان هذه كانت البدايه لتحرير الوطن. وهناك مسيره اخرى ابتدات تحت القياده الرشيده ديال صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله في اطار يعني النهوض بالمنطقه العزيزه علينا الجنوب المغربي وان تلتحق بركب التطور ديال جميع الجهات المملكه. وشفنا المشاريع الكبرى اللي اطلقتها الدوله المغربيه تحت القياده والتعليمات الساميه صاحب الجلاله ابتداء من ميناء الدخله الكبير والطريق السيار ما بين تيزنيت الدخله واللي غادي يفك العزله على ديك المنطقه وغادي يعطيها واحد الدفعه تنمويه كبيره. ففي هذا الاطار كيجي تخليد لهذه الذكرى هذه ونتمنى ان شاء الله الخير القدام ومازال ان شاء الله مسيره ديال التنميه قادمه ان شاء الله. وشكرا جزيلا.